صباح الخير واهلا بيكم معنا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهوا. بنرحب بيكم معنا النهارده، والنهارده زي كل يوم احنا يعني بنقدم كل ما يهم الشباب دايما من خلال برنامجنا. بنستضيف نماذج مشرقه ومشرفه من الشباب المصري، ودايما شبابنا عنده افكار جديده وافكار مختلفه وافكار مواكبه العصر، ودايما بيبقى عنده طاقه ان هو ينزل على ارض الواقع ينفذ افكاره دي. احنا دايما من خلال برنامجنا بنحب ان احنا نديهم فرصه ان هم يعرضوا افكارهم ومواهبهم المختلفه. النهارده معانا شباب عاملين مبادره اسمها اكسجين، هي مبادره بيئيه هنتعرف عليها اكتر. وهم فازوا الحقيقه بالمركز الاول على مستوى الكليه بهذه المبادره، عاملين مجله مخصوصه هيكونوا معانا النهارده وهنتكلم معاهم. هي دي حلقتنا النهاردة. لكن قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة معانا خبر. الخبر بيقول اليوم ختام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز. تختتم اليوم فعاليات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، والمقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. أقيمت فعاليات البطولة بحضور 28 دولة على أرض مصر، وحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. هو ده كان خبرنا، هنبتدي معاكم حلقتنا. ودايما بنستضيف من خلال برنامجنا نماذج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري اللي هيكونوا معانا بعد هذا الفاصل. ورجعنا مرة تانية، ودايما بيكون معانا نماذج مشرقة ومشرفة من الشباب المصري، دايما بيكون عندهم أفكار جديدة وأفكار مختلفة وأفكار مواكبة العصر، وإحنا دايما بنحرص من خلال برنامجنا إن إحنا نديهم فرصة إن هم يعرضوا مواهبهم المختلفة. النهاردة أنا معايا مجموعة من الشباب، هم طلبة وهم عاملين مبادرة من خلال الجامعة اسمها أكسجين. المبادرة عن البيئة، إحنا عاملين كمان هم مجلة عن البيئة من خلال المبادرة دي، فاحنا هنتكلم معهم عن المبادرة وعن المجلة وبما يعني المجلة بتحتوي عن ايه او بيكتبوا في ايه وايه المهم وايه المعلومات اللي احنا المفروض نبقى يعني عندنا معلومات يعني بسيطة حتى لو كانت عن البيئة، ازاي نقدر ناخد بالنا من البيئة اللي حوالينا، لانه في الاخر البيئة اللي حوالينا دي هي بتصب علينا يعني، وممكن احنا نتضر لو ما اخدناش بالنا من البيئة اللي حوالينا. انا معايا ضيوفي الدكتور احمد ابراهيم، هو مدرس الصحافة بكلية الاعلام جامعة بني سويف، كمان معايا الطالب اشرف ياسر والطالبة اميلي ابراهيم والطالبة سارة يحيى. انا برحب بيكم معانا. يعني دكتور طبعا احنا دايما الجامعة والأساتذة ودايما هم بيكونوا الدعم الأكبر للطلبة، وإن كان بيبقى فيه طالب متفوق ده طبعا بيرجع جزء كبير جدا للأستاذ بتاعه. حضرتك ادينا فكرة عن المبادرات اللي بتحصل من خلال الكلية بشكل عام. اولا احنا عندنا قطاع شؤون البيئه من انشط القطاعات في الجامعه والكليه عموما. احنا الشباب حاولوا يعملوا فكره جديده، حاولنا نستغل ان احنا كان عندنا مؤتمر ناجح جدا ومؤتمر كوب 27 في مصر في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، فحبينا ان احنا نعمل مجله عن البيئه وعن التغيرات المناخيه وهل دي هتاثر علينا بالسلب وازاي نحاول ان احنا نقدم حلول ليها. علشان كده هما في الاول الشباب طبعا عايزين يعملوا خبره الاربع سنين، عايزين يخرجوها في مشروع التخرج بتاعهم، فحبينا ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا، حبينا نستغل النجاح اللي حققه المؤتمر، فقررنا ان احنا نعمل مجله بيئيه مش بس هنقول فيها ايه التاثيرات المناخيه وايه الاخطار اللي احنا اللي بتهددنا، لا كمان هنقول ايه الحلول حتى لو حلول فرديه، ازاي الفرد نفسه يقدر يشارك في حل مشكلة كبيرة جدا زي مشكلة التأثيرات المناخية والأخطار اللي بتأثر عليه. فإحنا كان الهدف بتاعنا إن إحنا نخدم بيئتنا بشكل عام ونخدم مجتمعنا حتى محافظتنا بشكل خاص، طبعا محافظة بني سويف. فعشان كده عملنا مجلة كاملة عن البيئة وعن التأثيرات المناخية، مجلة أكسجين. ده الطلبة اللي عملوها؟ هم اللي عملوها، من يعني إحنا عندنا الطالب هو اللي بيقول الفكرة، إحنا بننمي الفكرة معاه وبنطورها وطبعا بناخد الموافقات عليها، وبعد كده هم الشغل كله هم الطلبه اللي بيعملوا والافكار وكل حاجه لكن احنا بس بيبقى يعني توجيه. علشان تمام، انتوا ما شاء الله كسبتوا فزتوا، يعني احكوا لي يعني انتوا عشان تفوزوا طبعا
اكيد انتوا عملتوا مجهود كبير جدا في المجله دي، اكيد المجله كان فيها معلومات مفيده جدا، اكيد قدرتوا توصلوا المعلومه للناس. اولا احكوا لي عن الفكره وعن المجله وعن الفكره. في الاول احنا حاولنا نجيب فكره لها علاقه يعني بالمجتمع وبالبيئه بشكل عام، وكان في الوقت ده في كوب 27 في مصر، فكان حدث مهم جدا، فاحنا حاولنا نستفاد من الحدث ده ونجيب حاجه لها علاقه باللي بيحصل في الواقع. فكنت عملتوا ايه بقى؟ احكي لي كطلبه. احنا كطلبه اجتمعنا مع بعض وحاولنا نجمع كذا فكره علشان نعرضها على مجلس الكليه. جمعنا كذا فكره وكانت منهم فكره المناخ دي، حاولنا نجيب الموضوع من اكتر من جانب، من خاصه موضوع الزلازل ده لما حصل، فكان يعني ساعدنا ان احنا نجمع داتا. فحاولنا قدرنا نوصل مثلا لدكتور جدل قاضي رئيس المعهد بتاع البحوث الفلكيه، قدر يعني يدينا داتا ومعلومات ساعدتنا جدا في الشغل بتاعنا. قدرنا نوصل لوزيره البيئه دكتور ياسمين فؤاد، ساعدتنا برضو وادتنا معلومات مهمه موجوده في المجله، وكذلك الباشمهندس احمد سمير برضو ساعدنا اللي هو وزير الصناعه بالمعلومات اللي اداها لنا في الحوار اللي عملناه معاه. تمام. وبالاضافه يعني مصادر تانية ساعدتنا برضو. حلو قوي كده، احنا عرفنا المساعده من مين. احنا عايزين بقى نعرف محتوى المجله، كلميني عن محتوى المجله. محتوى المجلة احنا كنا بنتكلم عن الإيجابيات والسلبيات اللي موجودة في البيئة. في الأول اتكلمنا عن السلبيات عشان نعرض ايه السلبيات الموجودة، وفي نفس الوقت كنا بنتكلم عن الزلازل، نتكلم عن ايه الحاجات اللي المناخ والتغيرات المناخية بتحدثها في البيئة. بعدين في البابين الأخرين احنا حبينا نتكلم عن الإيجابيات علشان نبرز ان احنا لا، هو في سلبيات بس احنا هنعرف الدولة هتعرف تقومها تاني. احنا كطلبة حاولنا ان احنا نقسم نفسنا، ان كل جزء فينا في ناحية يحاول يشوف هو الناحية دي ازاي هنعرف نوظفها في المجال البيئة عامة، وزي ما زميلي قال ان احنا بنحاول نجيب مصادر هي اللي تفيدنا في الموضوع ده يعني. طيب في ناس كتير ممكن ما تبقاش حاسة او عندها شعور بايه يعني المناخ الجوي يعني ممكن يدور لنا ازاي يعني. تقولي له ايه بقى انت بعد ما عملتوا مجله ودرستوا ايه بقى تنصح يعني تقولي ايه تعرفيه ازاي ايه الوعي اللي تقدميه له؟ طبعا احنا لما عملنا المجله اكتشفنا كميه معلومات كبيره جدا احنا ما كناش على وعي بيها. قولي لي بقى. ف يعني مثلا مؤتمر المناخ واللي حصل فيه، وطبعا المشاكل البيئيه اللي حوالينا ومشكله الزلازل نفسها اللي حصلت، محدش عنده كان وعي ايه كان السبب فيها. طبعا عندنا مشاكل بيئيه كتيره. ده سببه المناخ؟ وطبعا عندنا ده سببه ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل في المناخ فبيؤدي لكده؟ عندنا طبعا تغيرات وبتحصل في بطن الارض، وان احنا كمان يعني بنستخدم الغازات ودي طبعا بتضر البيئه، وبنستخدم الكربون طبعا اللي بيطلع من المصانع، دي حاجات المفروض ان احنا عارفين ان هي بتضر البيئه والمفروض ان احنا نقلل استخدامها. على العكس يعني الدول المتقدمة بدأت ان هي بتحد من الاستخدام من الحاجات دي، على العكس ان احنا لسه برضو بنستخدمها رغم ان احنا عارفين ان هي لسه بتضر بيئتنا. هل احنا كبني ادمين يعني نقدر نساعد في ده؟ يعني انتوا كلامكم عن المصانع وكده، هل احنا بقى كمواطن كده او كشاب يقدر يعمل ايه؟ يعني هل احنا بنعمل حاجات في سلوكنا اليومي المعتاد بيضر المناخ واحنا مش واخدين بالنا؟ من الحاجات اللي ممكن تبقى بتضر البيئه وفي ناس مش عندها توعيه كافيه، ان مثلا انت ممكن تبقى في مشروبات في ايدك او اكل، فانت مش مثلا بيبقى في مكان معين ترمي فيه الحاجات دي، انت مش ما بترميهاش فيها وبترمي في اي مكان قدامك، فده بيضر البيئه وبالتالي بيرجع عليه على بنتائج سلبيه عليك انت كفرد، لان انت لما بتضر وغيرك بيضر محدش شايف اللي هو انا يعني اشمعنى انا اللي هعمل حاجه كويسه ما الكل بيعمل حاجات سلبيه. فلما الناس بتعمل حاجات سلبيه في الاخر المجتمع كله بيتضر، فلما المجتمع بيتضر انت كفرد من المجتمع يعني النتائج السلبيه هتقعد عليك برضو. فاحنا حاولنا نوعي الناس لان مش كل الناس عندها الدرجه الكافيه من الوعي ان المجتمع ده لما بيتضر انت بتتاثر،
فاحنا حاولنا نوصل لهم ان المصانع او مثلا الحاجات السلبيه اللي انت بتعملها دي هتاثر عليك وعلى مستقبلك وعلى المعيشه بتاعتك نفسها، فازاي انت لا تقدر تحافظ او تبدا بنفسك. انت لو بدات بنفسك وعملت حاجات ايجابيه غيرك هيشوفك وهيقلدك، فبالتالي لما انت تحاول توعي اللي مش مدرك لاهميه الموضوع ده هتبدا توعيه، وهو هيشوف حد تاني وعيه، فبالتالي كلنا هنقدر ناثر في بعض، وفي الاخر ده هيعود على مجتمعنا بحاجات ايجابيه. تمام دكتور. طيب يعني ازاي انتوا الشباب دول اخذوا جايزه على المجله اللي هم قدموها؟ ليه؟ احنا مش بس كنا عايزين نعمل زي مشروع تخرج، لا احنا كنا بجد عايزين نعمل يعني نأدي دورنا في المجتمع، عايزين نعرف الناس يعني ازاي تحافظ على البيئه ولو حتى بمجهودك انت الفردي. ما كل ليه تم اختيارهم بقى في الجايزه؟ احنا الحمد لله كان في اكيد كذا حد صح؟ كان في مشروعين اتنين وهم كسبوا. ليه بقى؟ لان احنا قدمنا اولا فكره جديده، مشروع جديد، مش بس كمان ان احنا قدمنا مشروع تخرج، احنا قدمنا مبادره جوه المشروع وهي مبادره نسمات. قدمنا لزمايلنا في الكليه، عملنا ندوه كبيره لزمايلنا في الكليه وشرفنا فيها وكلاء من كليه العلوم في الجامعه. اتكلمنا عن الاخطار البيئيه وازاي الفرد يبدا بنفسه يحل في المشكله دي. الاضاءه نفسها احنا نكون انك تسيب الاضاءه قايده مثلا مع الوقت، دي مشكله كلنا بنمر بيها، كنا بنقول دي مشكله بسيطه، لا المشكله زي دي بتعمل حاجه احتباس حراري. الادخنه البسيطه زي ادخنه يعني احسن الكهربية. ان احنا نقفل الاضاءه اللي احنا ما بنستخدمهاش يعني على الاقل ما دام ما تستخدمهاش لازم تكون مطفيه. الادخنه البسيطه اللي احنا بنوفر منها كهرباء وبنقلل ضرر الجو اللي احنا بنعمله جداً. على نفسنا عندنا طبعا مشكله الاوزون، تاكل طبقه الاوزون ده اكتر مشكله بتواجه العالم دلوقتي، وطبعا دي السبب الاول في تاثيرات المناخيه الضاره على كوكب الارض. احنا يعني بدانا نخش في مرحله ان ذوبان الجليد، وطبعا كلنا عارفين ان هيجي وقت وفي مدن بالكامل المدن الساحليه هتختفي بسبب مشكله زي دي. فطبعا كل واحد هيقول طب انا ذنبي ايه، انا ما اقدرش اعمل حاجه في مشكله كبيره زي دي. لا احنا حاولنا نوصل له انك انت كفرد تقدر تعمل، لو كل فرد عمل بنفسه كده حل ولو بسيط، اللي هو طبعا انك ازاي تقلل من الاضاءه، من الغازات، ازاي تزرع اسطح المنزل بتاعتك عشان توفر اكسجين بدل ونقلل من ثاني اكسيد الكربون. فالحلول دي انت شايفها بسيطه، لا الحلول دي لما بتتجمع مع بعضها بتبقى حل كبير جدا، وبيبقى طبعا عارفين ان النباتات هي المصدر الاول للاكسجين في كوكب الارض. فده كان دورنا واللي احنا حاولنا ان احنا نقدمه من خلال المشروع، مش بس ان احنا عايزين نعمل مشروع عشان نتخرج، لا احنا عايزين فعلا نأدي دورنا كاعلاميين قادمين ان شاء الله. عملتوا ايه بقى انتوا يعني انتوا عملتوا المجله، وهل انتوا عندكم خطط مثلا يعني ازاي، او خليني اسال بطريقه ثانيه، هل انتوا ازاي بقى قدمتوا الوعي للشباب؟ احنا في نقطه برضو حابه اوضحها، ان احنا عملنا ملحق مع المجله، ملحق للاطفال. احنا كان هدفنا ان احنا نوصل للطفل او نوصل للجيل الجديد ان هو ازاي يعرف المشكله في البيئه وازاي يحافظ عليها. مهم جدا طبعا، ده الجيل الجديد هو اللي طالع، فهو طبعا اللي هيحافظ على البيئه. فاخدناها من كذا جانب، ان احنا بنوصل للطفل ازاي يحافظ على البيئه من ناحيه قصه مثلا، من ناحيه العاب، ان هو يحاول ان مثلا اعاده تدوير، مثلا يحط الكنزات لوحدها، الازاز لوحده، الورق لوحده، علشان نوعي فيه ان طلع في فكره ان هو ازاي نعمل اعاده تدوير، ما ده هيفيد بيئتنا بعدين بدل ما نرمي الحاجات دي وما يبقاش ليها لازمه. عملناها من ناحيه تانية، ان نخلي الطفل هو اللي يساهم في الموضوع ده بس. فالموضوع يعني كان افضل ان احنا نوصل للجيل الجديد ازاي نساعده ان هو يحافظ على البيئه يعني. طيب احنا معانا فيلم نشوفه ونرجع تاني. حاجه جميله طبعا وانتم فايزين يعني. طيب قولوا لي، هل المجله هتنزلوها مثلا على يعني مواقع التواصل الاجتماعي الناس تشوفها عشان تستفيد منها؟ طبعا اكيد، احنا حلمنا اصلا ان احنا نكمل فيها، مش بس نكتفي بالعدد ده، لا احنا عايزين نعمل عدد تاني وتالت ورابع منها ان احنا نكمل فيها. فاكيد ان احنا عايزين ننزلها، وان احنا كذا جهه طلبتها مننا، فان احنا يعني هنوصلها ليهم الفتره الجايه. امنياتكم ايه كشباب؟ طبعا انا كواحد يعني هبقى هتخرج كمان كام يوم خلاص باذن الله، مبروك. فاتمنى ان مثلا الحاجات اللي اتعلمناها في الكليه اقدر اطبقها في مجال العمل الفتره اللي جايه، احاول اطور من المهارات اللي موجوده عندي، بحس ان اول ما ابقى عايز اشتغل ابقى مؤهل، ما اقعدش فتره اتعلم مثلا.
فده اللي بتمناه الفتره الجايه ان شاء الله. خلاص الواحد بيتمنى ان هو يدي لمسه في البلد اللي هو طلع فيها طبعاً. ان هو يحاول يعمل حاجه ايجابيه فيها، فده بصراحه اللي اتعلمناه طول الاربع سنين، فاحنا هنحاول نطبق ده يعني بعد ما نتخرج. يعني طبعا نتمنى ان احنا نكون لمسه ايجابيه في الاعلام المصري، فنتمنى ان احنا نكون جزء منه ان شاء الله. انا بشكركم جدا، بشكر حضرتك. شكرا مشاهدينا، بشكركم والى اللقاء غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء.